مرحبا واضح، انا اسمي فايا يونان، مغنيه سوريه. عم ناديك اسمعني، عم حكيك افهمني، اذا نلتو من كالود فالكل هين، كل الذي فوق التراب تراب. من ايمتى بغني؟ من بتقلي الماما، على حسب معلومات يعني موثقة، انه وقت كان عمري سنتين ثلاثة بلشت غني دغري، يعني ما وفرت وقت. بلشت على اليوتيوب، يعني كنت حط فيديوهات انا وعم غني بغرفتي، شوي دندنة على البيانو، فمن وراء قناتي على اليوتيوب بلشت حط فيديوهات. كانوا ينتشروا كتير، انه 500 فيو كنت انا طير من الفرحة انه واو. شوي شوي بعدين عملت فيديو مع شقيقتي ريحان لبلادي، وهذا الفيديو كتير انتشر وهيك عمل ضجة. تربت آهن فكنت المجد في طربي، هلا انا درست شيء كليا مختلف اللي هو سوشيال ساينسز او علوم اجتماعيه، شيء جدا مختلف. وباخر سنه بالجامعه بالفحوصات قررت افتح قناتي على اليوتيوب، يعني هالقد كان راسي بغير محل. ودائما كان حلمي انه غني، بس مش عارفه كيف، يعني مثل اي حدا بحس هيك نوع من الاحلام كثير بعيد وكثير صعب يتحقق. اقترح علي حسام عبد الخالق اللي هو مدير الفنون، اقترح علي بوقتها فكره التمويل الجماعي، طبعا انا ما كنت سامعه فيها، وحتى بوقتها قلت له كيف يعني بدنا نطلب من يعني من انه نحط حمله تمويل لاغنيه، فعملنا هالحمله ونجحت وجمعنا المبلغ المطلوب لنعمل احب يديك اللي هي كانت اول اغنيه لإلي. احب يديك، احب يديك اكثر اكثر، احب بلادي. العائلة هي القصة، بتضحك انه عائلتك كتير بتكون داعمة لك بنفس الوقت كتير خايفة عليك. يعني انا ماما وبابا بيكونوا دايما قاعدين اول صف، فانا وقت اشوفهم بالحفلة هيك هالقد عم يزقفوا عن جد مبسوطين وهيك وداعمين، بقول انه هدول نفسهم اللي احيانا بيحاولوا يقنعوني انه يا بنتي بلا لك هالوجعة الراس، وعرفتي. فالاهل دايما بديليما او بحيرة، لانه هو مجال صعب عن جد، في كتير ضغط نفسي. بالنهاية بأي مجال تتعرضي لقصص بتخليكي تقولي لا خلص 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 خلص، ما عاد بدي القصة كلها. لا تخف، انت أخطر قلبي عليك، أنا ما أضعت السبيل، ولكنني في الطريق إليك وجدت الطريق طويلة. بتمنى، يعني انا ما فيني اجزم انه انا شخصيه مؤثره، ما بعرف، بس بتمنى اكون، يعني انا بالنسبه لي اذا بتجي القصه لي، اذا قادره اثر بشخص او اثنين او ثلاثه، بالنسبه لي هذا تاثير. رساله لكل شباب وصبايا جيلي، والحلم في القلب صنه، لا تشغل العين عنه، فنحن بالحب نزهو، ونحن بالحلم نبني. غني يا قاتلي، ولهن أحييتني فيها، كل الأغاني سدى سدى إن لم تكن فيها.